أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الإخبارية السورية أينما كنتم تشاهدون. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج وان جول. هذه الحلقة التي تشاهدونها مباشرة عبر شاشة الإخبارية السورية. رحبوا معي بضيف استديو وان جول لهذا اليوم الأستاذ صلاح رمضان رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا فيك. كيفك أستاذ صلاح؟ الحمد لله. أمورك تمام؟ ماشي الحمد لله. نحن اليوم مثل العادة عندنا حلقة خاصة بالكرة السورية بالمنتخبات والأندية والدوري وملفات عديدة يعني. نعم. وتعودنا على شفافيتك دائما وصراحتك بالضبط. المعهودة خلال لقاءاتنا عبر الشاشة الإخبارية السورية. اليوم نحن على بعد 4 أشهر تقريبا من انطلاقة إياب الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية مؤهل لمونديال روسيا 2018. يعني فينا نقول هي فرصة كافية لإعادة ترتيب أوراق المنتخب منذ البداية. يعني انتهت رحلة التصفيات، نحن في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، انتصارين وخسارة أو خسارتين وتعادلين وهدف يتيم فقط، انتصار واحد طبعا. سجلنا هدفين وتلقى منتخبنا هدفين، سجلنا هدف واحد وتلقى منتخبنا هدفين. الآن ما هي خطة عمل اتحاد كرة القدم؟ هل نحن في مرحلة سبات شتوي أم تعتقد بأن الوقت كافي لإعادة ترتيب أوراق المنتخب منذ جديد؟ الشيء اللي حابب أنا أوضحه بهذا الموضوع أنه نحن تأهلنا للتصفيات النهائية لكأس العالم وتأهلنا لنهائيات كأس آسيا. تمام. اللي بدي اقوله انه نحن ترتيبنا حسب الظروف اللي احنا عم نلعب فيها والنتائج اللي جبناها، نحن كاتحاد اثنين على اداء اللاعبين والجهاز الفني لاسباب. يعني السبب الاول هو نحن لاعبينا خارج البلد، كليات اللاعبين خارج البلد، يعني قطر والسعوديه والإمارات كلياتهم الدوري تبعهم بيدفعوا مبالغ طائلة للاعبينهم على أنه ما يحترفوا خارجيا، بيضلوا عندهم فبيحافظوا عليهم إيمت ما بدهم، بيوقفوا الدوري وبيعملوا معسكرات للفريق وبيلعبوا إيمت ما بدهم، مو ضروري يلعبوا أيام الفيفا دي. نعم. فأيام الفيفا نحن دائما بتحكمنا. هلأ من هون لوقت ما تبلش أول مباراة معنا ما في أيام فيفا أبدا، فعم يتم التنسيق. هلا حاليا كنا نحن مع الجهاز الفني والاداري مع مدير المنتخبات عنا اليوم كنا باجتماع على انه بحثنا موضوع المنتخب كيف بده يتحضر. فنحن هلا غير قادرين على اي مباراه تجريبيه الا بحاله وحده، اذا اتفقنا مع الاتحاد العراقي ايمت هو بيحسن يوقف الدوري تبعه لانه هو مشارك كمان، فممكن نجيب اللاعبين اللي بيلعبوا بالعراق ويكون ناقصين الصفوف. حتى اذا بنلعب مباراه تجريبيه مع الاردن او بنحاول نعمل مباريات او ما دوله اجنبيه فبنلعب ناقصين الصفوف، ما راح نلعب بفريق كامل اكيد، لانه في لاعبين بالامارات وفي لاعبين بالبحرين ما بيحسنوا يلتحقوا، زلتحقوا جماعه العراق. فالمشكله اللي نحن بنعاني منها هي انه اللاعبين صاروا على مستوى بمستوى مثل اللاعبين الاستراليين او الكوريين اللي بيلعبوا باوروبا. فهي الطريقه نحن اللي ما لنا معتادين عليها، حاليا عم تبلش اللعيبه تنسجم على اساسها. لكن أستاذ ما في مرحلة توقف بالدوريات بين الذهاب والإياب بين المرحلة هاي؟ ما في أي توقف. هلأ نحن بدنا ننسق مع الاتحاد العراقي، الاتحاد العراقي ببلش الفترة الثانية تبعه بالدوري ب26 شهر هاد. طبعا. فبدنا نعرف إيمت بيوقف هو، يعني هذا التنسيق بده يتم بين الاتحاد العراقي وبين لأنه أكثر لاعبين بيلعبوا بالعراق. طيب. في عندنا كم لاعب بيلعبوا بالإمارات وبالبحرين وبعمان. وفي بأوروبا، بأوروبا عندنا مشكلة الهويات، إلى الآن الهويات الشخصية ما صدرت. عم ننتظر انه يمكن في امل انه مرسوم يصدر او صدر، عم يتناقش في مجلس الشعب موضوع الهويه وانه الشخص الاجنبي الموجود بدول اوروبيه مشان ما يجي لهون يصدر هويته من السفاره البلد الموجود فيها هو السفاره. فهي بتزللنا بعض العقبات امام اللاعبين الاجانب. فهذا نحن بنقوله، انت قلت سبات شتوي، نحن مو بمرحله سبات شتوي، اللاعبين عم يلعبوا. انا يعني احنا تحضير اللاعبين ممكن انه نمر مرحله سبات شتوي، خاصه انه احنا ممكن انه شفناها فتره كبيره 4 شهور مثل الفتره اللي بلشت قبل التصفيات وتاخرنا كثير لحتى تم تعيين مدرب والى اخره. وهلا انا اقول لك قدام كل العالم نحن قبلان الكلام اللي حكيته السبات الشتوي، لانه السبب نحن لاعبين عم يتمرنوا برا ما نحن ثابتين، نحن اللي مارين مرحله سبات شتوي. انا اقصد اتحاد القدم، عمل اتحاد القدم لانه ما عندنا ما بيدنا حيله. تمام. اما اللاعبين لا، اللاعبين عم يتمرنوا عم يلعبوا مع انديتهم عم يتحضروا عم يطلعوا معسكرات معهم. ونحن لاحظنا اداء هون انه خاصه بالمباراه الاخيره انه الارض كانت بدها يعني مثل ما بيقولوا خياله تلعب عليها، فكانوا هن ند للند للفريق الايراني
وعندهم لياقة عالية وكلياتهم أثبتوا الجدارة وكانوا رجال بالملعب وتفوقوا على نفسهم بالأداء البطولي اللي أدوه بالمباراة. برأيك عامل الأرض بهي المباراة مو كان لصالحنا؟ عامل الأرض لا مو لصالحنا، لا لصالحنا ولا لصالح إيران، يعني هاي الأرض على الاثنين لصالح الاثنين الأرض. فإذا كان إيران معتبرينها بتلعب يعني كرة بالأرض، نحن إذا راجعتوا المباراة نحن اللي مررنا الكرات بالأرض. بينما إذا راجعنا أسلوب الفريق الإيراني بكل المباريات بالأرض الناشفة، أسلوب الفريق الإيراني بيلعب بتحضير خلفي، بيلعب تحضير خلفي، أنا بحكي كفني هلا، بيلعب بكل المباريات الملعب ناشف، بيلعب بنفس الطريقة، بيحضر بالخلف وبيلعب كرات بالطرف اليمين والشمال، وبيركز على موضوع الكرات الثابتة دائما. فهو ما اختلف على شيء، فقط اختلف انه هو ما كان يحضر بالخلف تحضير جيد. طيب. اما نحن بالنسبة لنا بالعكس، نحن مسكنا كرة لعند ما خرب الملعب من المطر، ما عندنا حسنا مسكنا كرة. يعني كنا نلعب على الارض ومشينا اكثر من مرة، وصلنا للمرمى الايراني ولكن الارض ما عاد ساعدتنا. فهي نحن هلا حاليا عم نسعى على انه نغير الارض، لانه ماليزيا بده يضل جوه هيك، يعني جو ماليزيا راح يضل هيك، في امطار دائما، امطار موسميه وامطار يعني بتنزل بشكل كبير جدا. طب شو احتمال نحاول نغير الارض؟ هلا ممكن نرجع لبنان مثل اول، هلا بنرجع نخاطب الاتحاد اللبناني ونتمنى من الاخوه بلبنان يعني من خلال قناتكم يعني نكون حدا عم يسمعنا، ونحن راح نبعث كتاب رسمي نرجع نخاطب الاخوه اللبنانيين اذا قبلوا انه نلعب عندهم، لانه هن كان في شروطهم فقط انه نلعب بلا جمهور، فممكن انه يلعبونا بجمهور بس يتكفل، خاصه بعد انتخاب رئيس الجمهوريه عنده ممكن تستقر، ممكن تستقر الدوله اكثر ويكون القوى الامنيه في حرص يعني على سلامه اللاعبين، يعني تغيرت الظروف. فبدنا نرجع نخاطب الاتحاد اللبناني، اخذنا قرار لازم نخاطب الاتحاد اللبناني على استقبالنا بلبنان، فممكن تبديل الارض في حال المدرب ما يعني لبنان ما مشي حال طلب عمان، يعني طلب عمان نرجع لعمان، مع اني انا افضل لبنان طبعا وماليزيا على عمان لسبب يعني الجو بيكون بالشهر الثالث بلبنان افضل من عمان بكثير. لبنان اول شيء فيه هنيك عدد كبير من الجماهير السوريه، عدد من الجماهير السوريه واقرب ايضا ان شاء الله اللي بيكون السوريين. يعني عامل طبعا. نجاح لنا الشيء اللي احنا مخطط له مشان الموضوع هذا اللي حاولنا نحن نوصله للجهاز الفني والاداري كخطه، يعني انه نحن لازم نركز. نحن وقت حكينا بالبدايه حكينا على موضوع النص بطاقه وليس البطاقة، يعني إلا المنافسة على البطاقة وعلى النص، فالبطاقة ونص يعني هاي الحال المنافسة هاي الحال. هلأ حاليا انفصلت البطاقة تقريبا بين إيران وكوريا، البقي النص بطاقة. نحن منافسين نحن أوزباكستان والصين وقطر، فمفروض نربح ثلاث مباريات، لأنه خاصة أن هدول ثلاث مباريات يعتبروا على أرضنا، لو نحن عم نلعب برات أرضنا بس يعتبروا على أرضنا. نحن بحاجة 10 نقاط على الأقل استاذ صلاح. لا بحاجة 9 هلأ لازم نربحهم، يعني 9 لازم نجيبهم. نحن بنعمل اللي علينا، وهي رياضة فيها ربح وخسارة، ونحن إذا ما نقارن بالظروف اللي نحن عم نشترك فيها مع الظروف اللي عم تلعب فيها قطر ولا الصين، يعني الصين جابوا مدرب مارشيلو ليبي، ب 8 مليون دولار، مع أنه هن لسه ترتيبهم بعد ترتيبنا. صحيح. فهني بده يغيروا المدرب، غيروه بمدرب ممتاز يعني على أساس أنه يغير أداء الصين كلياته. فنحن بالنسبة لنا هذا وضعنا، ونحن بالعكس نحن مبسوطين بالنتيجة اللي جبناها ضد كوريا وضد إيران، ولكن نحن كمان بدنا ننوه لشغلة ونقول أنه يعني نعطي حق الجهاز الفني، بجوز هو الجهاز الفني أصر، نحن من ناحية فنية بنقول أنه أصر من ناحية الهجومية، يعني ناحية الهجومية ما كان في توازن مزبوط، ولكن ما فينا نهضم حقهم أنه جابوا نتائج جيدة ضد كوريا وضد اليابان. بس أنا بحب وجه دائما الجهد باتجاه الضعف، الضعف هو بالفرق الثلاثة اللي بعد كوريا وإيران، فلازم نحن نربح هذول الفرق وبعدين الباقي على الله سبحانه وتعالى. طيب أستاذ صلاح، خليني أسألك سؤال، وأنت عم تحكي بالناحية الفنية حاليا، وأنت أيضا كنت لاعب وكنت مدرب أيضا، ناقشت الكابتن أيمن حكيم بهذه المواضيع فنيا، ناقشته بالعقم الهجومي اللي عم يصير تحديدا، ناقشته بالخطة الدفاعية، التكتل الدفاعي اللي عم يحرص عليه أنه يلعب فيه دائما. نعم، هو درس الفريق طبعا أستاذ أيمن، وكان في عقم هجومي صحيح، لأنه نحن دفاعيا كنا كمان كثير ناكل جوال، دفاعيا كنا كثير في عنا ضعف دفاعي، فركز على الجانب الدفاعي على أساس أنه يلعب دائما على الهجم المرتدة. فهذا الكلام مشي معه بمباراة إيران ومباراة كوريا، بس ما مشي بلعبة أوزباكستان أو لعبة قطر.
فلازم نكون احنا متوازنين ضد قطر ضد اوزبكستان ضد الصين، لازم نلعب ند للند. ما مشي معه بسبب عدم وجود المهاجم طبعا الصريح يعني، ما في مهاجمين يعني، ما كان في مهاجمين عندنا صريحين. احنا نتمنى اذا بنوجد الدول الاوروبيه او مهاجم هو يختاره يكون افضل من الموجودين، نحن بنتمنى. ولكن حاليا رايه هو انه سنحريب كان ما مو مشترك ما عم يلعب، اخذه بلعبه سنغافوره جربه كان منيح فاعطاه حقه لعبه بالمباراه الثانيه. بنتمنى كل اللاعبين الموجودين بالخارج عم يلعبوا قلب هجوم بهالمركز هذا انه يبينوا حالهم ويشوفوا المدرب. برايك الكابتن ايمن دعا سنحاريب ملكي يعني بناء على اقتناعه بسنحاريب ملكي ام بناء على رغبه الجمهور اللي كان مصر كثير على تواجد سنحاريب؟ يعني سمعت الفتره الاخيره قال هي جبنا لكم سنحاريب مشان انه خلص. لانه هو الرغبه احيانا، هلا انا احيانا بوافق لك على شغله بكون انا بدي اياها وانت بدك اياها، يعني ممكن تقول لي لا تحمل الالم وانا بالاساس ما بدي احمله. اما هو عنده قاعده ايمن وحتى اي مدرب انه انا عم اتابع اللاعبين، اللي عنده نادي وموقع بنادي عم يجيبه، انه هذا عم يتمرن وعم يلعب، اللاعب ما عم يوقع بنادي ما عم يرضى يجيبه. تمام. يعني في عندنا قلب هجوم موجود بمصر اخر فتره اخر فتره وقع بنادي درجه ثاني، فهو عم بفتح علاقه فما ما رضي يطلبه. السبب انه ما كان موقع لسه. فبيقول لك انه انا عم بعتمد على اللعيبه اصلا بالخارج، لازم انا اتابعهم من خلال انديتهم. واحد ما عنده نادي كيف بدي اتابعه؟ فنحن وصلنا خبر عن سنحاريب انه هو قيد التبخيع، معناته هو عم يجهز حاله او داخل باختبار. فكان عندنا مباراه الجبهه هي سنغافوره، فجابوا لعبوا لعبه سنغافوره، الحقيقه كان من احسن اللاعبين بلعبه سنغافوره، فاقتنع ايمن انه يكون معنا اناني. ولو كان طلع سنحاريب مو منيح بلعبه سنغافوره كان بده يمشي، لانه هذا حق المدرب انه هو يختار اللاعب اللي بده يخدمه، مو اللي بده مو بس يخدمه الفريق. يعني اما انا هلا توافق افكار، ممكن انت تحط تشكيله هلا تطلع هي مثل ما هي بده اياها المدرب. ممكن اي واحد ماشي هلا برا انه اللي حطوا لنا تشكيله منتخب سوريا حطها صحيح، وممكن توافق مع راي المدرب. طيب. فمعناته هو سمع طيب. كلامهم هو معناته توافق اراء يعني بهذا الموضوع. طيب هلا انت بشكل عام راضي عن النتائج حتى الان؟ راضي عن الخمس نقاط والهدف الوحيد الذي سجلناه فقط؟ لا انا بالنسبه يعني بس خليني نرجع لورا شوي استاذ صلاح. يعني اول تصريحات صحفيه للكابتن ايمن حكيم قال بان التاهل للمونديال ليس صعبا والمنتخب قادر على مفاجاه جميع المنافسين في المجموعه والتفوق عليهم ايضا. الشعار المرفوع منذ بدايه انطلاق التصفيات ايضا الاسيويه نحو كاس اسيا وكاس العالم كان سوريا في روسيا. يعني ان سوريا في روسيا هذا كبير كثير يعني اكبر من الواقع واكبر من الامكانيات الموجوده لمنتخبنا، ومع ذلك ما زال مصر يعني الاستاذ فادي دباس نائبك طبعا باتحاد كره القدم على هي القصه تحديدا، وبعد كل مباراه بيرجع يبرر انه نحن هي امكانياتنا وهي ظروفنا. طيب نحن هي امكانياتنا وهي ظروفنا، ليش حتى نرفع هذا الشعار الكبير اولا بدايه؟ والكثير من الصحفيين اعترضوا عليه يعني واعتبروه معليش انا ما بلوم الصحفيين ولا بلوم استاذ فادي دباس، لانه الانسان دائما طموحه الاعلى ما كل الناس تاخذ بالامر الواقعي تماما. فانا يعني الصومال اذا شاركت لك طموحي يتاهل، ولا ليش شاركت؟ يعني كل شيء شارك بهي التصفيات وطلع وتاهل، هو تاهل على امل انه يرد يتاهل بالتصفيات النهائيه. طيب. فلو مشاركه الصومال لو مشاركه موريتانيا مشاركه لها بالتصفيات طلعت برا، بس لو هي متاهله مثلنا كمان كان طموحها انه توصل لروسيا اكيد. فالاب او المسؤول عن اي شغله هو اب مسؤول عن اولاده، دائما بحب المنصب الاعلى لهم، بحب ابنه يطلع دكتور، بحب ابنه يطلع وزير. اما اذا ما طلع مو يعني هو فشل الزلمه. فالطموح اللي عند استاذ فادي واللي عند الاتحاد كره القدم بقول لك انا الشعار كان اعلى من يعني اعلى من طموحاتنا. تمام. يعني في طموح، ولكن انا مثل ما طلعت كمان انا صرحت انه نحن منافستنا الواقعيه على النص بطاقه وليس البطاقه. صحيح هذا صرحته. صحيح. فلذلك احنا لازم نكون واقعيين، ولو هن الجهاز الفني والاداره انا بلومهم بشغله واحده هي انه كان لازم التركيز يكون المجازفه على اوزباكستان وعلى قطر والصين. نحن وجدنا ضالتنا بالصين، كان في توازن دفاعي وهجومي، كنا عم نجاري الصين وعم نلعب احسن منهم وربحنا. كان ممكن ونحن كنا ممكن نكون متفوقين على قطر ومتفوقين على اوزباكستان. طبعا هلا ما نقول جول خطا دفاع وخطا حكم، عم تتعرض الناس لكثير ظلم. تمام. فنحن من الناس اللي انظلمنا مثلنا مثلهم. تمام. اما النتائج نحن راضيين عن النتائج، ولكن كان املنا نحن انه اوزباكستان وقطر نربحهم. كان املنا اكبر بكثير بعد ما تعادلنا مع كوريا
ومع إيران. لكن الأمل شيء والواقع شيء طبعا آخر. لذلك أنا أعمل لك نحن أملنا دائما كبير ودائما أنه هلا نحن أهم شغلة وبطلبوا يعني من الجهاز الفني وطالبينه منهم وعدنا اجتماع معهم أنه نحن نركز على 3 مباريات أهم. يعني أنا كوريا وإيران خليها شو بيطلع معي أطلع، مع أنه فريقنا يعني أنا بالنسبة لي فنيا فريقنا أحسن منهم، بس ظروفهم أحسن من ظروفنا. يعني هن ظروفهم عم يلعبوا بأوروبا والفريق الإيراني عم تقدم له اللي ولا قطر، كل الناس عم تقدم له اكثر من اللي نحن عم نقدمه لفريقنا. يعني بشكل عام استاذ صلاح مستوى الكره الاسيويه يعني ليس بالمستوى العالي جدا، يعني ليست ايران بايران وكوريا بكوريا وحتى اليابان باليابان، يعني نستطيع التفوق. يعني الامارات تفوقت على اليابان في طوكيو، ما في مشكله، الامارات ظروفها احسن من ظروفنا تماما كثير. لكن عم نحكي عن المستوى بشكل عام، هلا عم نحكي عن المستوى الفني، ونحن مستوانا ما يقل عن الامارات ولا يقل عن قطر. ما عم اقول مستوانا لا يقل عن قطر، نحن لا يقل مستوانا عن قطر ولا عن اوزباكستان. حتى انا رايي الفني انه احنا فريقنا احسن من فريقهم واحسن من فريق القطري، ولكن هذه المواضيع عادي لجهاز فني برايه انه هو يلعب مدافع. يعني انا رايي انه يجازف ضد هاي الفرق ويكون اللي بده يكون. يعني انا بطلع برا انا بخسر 1-0 ولا بخسر 4-0 في حال خروجي برا، انا مثل بعضها معي ما عندي اياها الخساره. يعني مثلا مثل قالوا ضد اليابان خسرنا 5-0، انا بقول لهم الفريق الكبير بيخسر 5-0. بزمان ريال مدريد لعب مع نادي درجه ثانيه اكل جول باول مباراه، فتح اللعب اكل الجول الثاني، فتح اللعب الثالث الرابع. فريال مدريد وقت خسر 4-0 بكاس الملك من شي 3 سنين. فهذا مو يعني انه ريال مدريد هو ضعيف، ريال مدريد قوي ولكن فتح اللعب ليجيب جوال، انه هذا واقع. طيب فاليابان اللي خسرنا 5-0 انا بتمنى انه نلعب بلعب مفتوح ضد كل الفرق هاي، وبدنا نخسر نخسر مو عيب، هي رياضه فوز وخساره، بس انت تحاول انك تغلب خصمك. صح، حاول انك تغلب خصمك. طيب يقال بان المدير الفني للمنتخب الوطني السيد ايمن حكيم يعمل لهدف واحد هو تسجيل بعض النتائج التي تزين السيره الذاتيه له. حقه، انا برايي حقه، لكن هذا هدف شخصي وليس هدف وطني. معلش، هو حقه، نحن قلنا له انه انت لانه ليش كمان الاعلام ساهم مساهمه، اذا مو الاعلام بدي اقول لك الجو العام ساهم مساهمه كبيره بانه ايمن حكيم يصير هيك. يعني انا وقت لي كل اللي بقرا بالمواقع التواصل الاجتماعي ولا الاعلاميين انه نحن نستنى ننتظر بهدله مع كوريا. يعني وقت البيئرة هو انه ننتظر بهدله مع كوريا، ننتظر بهدله مع ايران. المواقع التواصل الاجتماعي بتقول والله انه بده يخسر 6 بده يخسر 7 وبعد هاي المباراه بده يقيلوه وبكره رح يتبهدل. هذا الكلام كمان عم يساهم شيء كبير انه ايمن حكيم يخاف، الجهاز الفني عم يخاف من هذا الكلام. بالعكس نحن عم نحاول دائما من ضمن الاعلام عم ياثر سلبيا على الفريق، بعكس اللي عم يقول انه فريقنا منيح. يعني في اعلاميين عم يقولوا انه فريقنا منيح ولازم يلعب ومو كبير انه يربح على كوريا، مو كبير. طيب هاي المعنويات اللي بترفع معنويات المدرب، اما وقت اللي هو بيلاقي يعني وخاصه انا بلومن وقت اللي بيتابعوا وسائل التواصل الاجتماعي، لسبب لانه اكثر وسائل التواصل الاجتماعي عم تحاول تكتب مو بعلميه، عم تكتب بعاطفه، وانه هي مع المدرب فلان ضد المدرب فلان، واكثريتهم اعمارهم يعني انا بتوقع اعمارهم بال16 وبال15 ولا مجال. صحيح، ما هني بده يقودوا مدرب او بده يقودوا الكره. طيب السوريه يعني اذا الكادر الفني باقي في المنتخب سيقود المنتخب في المرحله القادمه. طبعا مع المدير مع كامل المنتخب كامل. يعني طبعا مع السيد هادي طبعا دلوقتي. نحن الاستقرار اهم من يعني لازم نحن في خطا بنعالجه حكينا فيه انه التوازن الهجومي الدفاعي. اما اللي اثبته انه فريقنا مو بس المدرب، يعني الفريق ما اثبت نفسه انه هو فريق قوي على المستوى القوي، لا عم يلعبوا برا. نحن الشيء اللي عم يتقدم للاعيبتنا انا بتشكره من خلال قناتكم، بتشكر كل اللاعبين على رجولتهم على ادائهم الدفاعي الوطني. يعني بوجه لهم تحيه كلياتهم، وبوجه تحيه حتى لمسؤول التجهيزات اللي تعب مع هذا الفريق، كل الناس تعبت، فاللي تعب بدنا نتشكره. ونحن ظروف البلد عم نمر فيها كمان هاي حالة، يعني انه هني عم بهالظروف هاي عم يعملوا شيء ما انعمل بالظروف الممتازة. تمام. يعني البعض ايضا كمان يرى بان على السيد هادي دباس ان يترك مهمة مدير المنتخب، ربما يكون مشرفا عاما على المنتخب ويستلم مهمة المنتخب احد اللاعبين القدامى مثلا بدون ما رح نذكر اسماء تقريبا. اي ادارة المنتخب اول شيء مع احترامي للاعبين القدامى، الأستاذ فادي دباس خلالكم أنا مديركم إن شاء الله، أنا بجوز كنت على خلاف بالرأي أنا وياه. الأستاذ فادي دباس من أحسن الناس اللي قادوا المنتخب ودار المنتخب لأسباب. أول شيء إنسان
جدا ومتحمس انه يعمل شيء بالمنتخب ولا لبلده. طيب اثنين التغطيات اللي عم يعملها الاستاذ فايد دباس ما بيعملها لاعب منتخب ولا غير لاعب منتخب، يعني احيانا بيأثر علينا فرضا. يعني انا كنت بدي اقول كلمه انه هو خرج يقود الاتحاد كلياته رجل ذو سلطه، يعني ذو كلمه ذو سلطه يعني يؤمر يعطى، بيؤمر يعطى. يعني انا بفضل انه اقوى رجل موجود، تقصد ذو سلطه ذو نفوذ مالي يعني مثلا. نعم يكون صاحب نفوذ، يعني صاحب نفوذ اقوى مني اكيد، وانا رئيس اتحاد عم بقول لك الاولى انه يقود هذا الاتحاد انسان صاحب سلطه بالقرار. انا وقت اللي بدي اقرر فرضا انه هذا الفريق بده يتكافئ ب $2,000 اذا فاز على ايران، ها وما فيني اعطيه $2,000، بيجي هذاك اذا كان في رجل صاحب سلطه بيقول بدي كافئهم $5,000 بجيبهم، معناته هو الاولى انه يقود الاتحاد والاولى انه يقود اللعبه. لانه انا ما فيني اوعد اللاعب انه انت اذا ربحت بدك تاخذ $1,000، اذا على فوز يعني مثل المنتخب العراقي بتطلع الحكومه، يعني هذا اسمه دعم. طيب الحكومه بتقول نحن داعمين هذا المنتخب، طلعوا بيان نحن داعمين منتخب العراق ولو خسر كل مبارياته، واي مباراه بيفوز منتخب العراق لكل لاعب $15,000، هذا وقت بقارنونا مع العراق. هذا الفرق، الحكومه هي اللي طلعت البيان انه نحن داعمين هذا المنتخب حتى لو خسر كل مبارياته، لانه منتخب عم يقول لك انه منتخب جيد جدا، ما خسر هاي رياضه ربح خساره. يعني تعتقد ان المال هو العصب الاساسي للمنتخب وإدارة الاتحاد كرة القدم؟ مو بس المال، الاوامر. يعني انا طبعا المال هو عصب الحياه كلها تماما، لكن وعصب التطور كله. يعني انت لاعبك بدون حوافز ما بيلعب، بدون تجهيزات ما بيصير، لكن في امور اخرى اداريه وفنيه. يعني انت اذا بدك تسافر بالطياره على ماليزيا ما بدك مصاري؟ طبعا بيكون معك مصاري. اذا ما كان معك مصاري بدك صاحب نفوذ. يعني المقصد بكلمة صاحب النفوذ هو أنه يكون إما هو عنده مال كتير وإما صاحب أمر، يعني إذا أمر يعطى. فهذا أنا عم أقول لك، يعني بصراحة أنا رئيس الاتحاد عم أقول لك أنه أنا ما بطلع بيدي بهذا الموضوع. أنا بوعد اللاعب أحيانا $1,000 ما بس نعطيهم إياه، بدي موافقة الأعلى مني، بدي موافقة المكتب التنفيذي وظروف المنظمة إذا في معها تعطي أو ما تعطي. طب لماذا خاصة بالحصار المالي الموجود هلا، خاصة بالحصار المالي الموجود على الاتحاد؟ يعني عندنا أموال خارجية بس، ولكن الاموال ما عم نحسن نجيبها ولا عم نحسن نتصرف فيها. اللي قدرنا عليه هو فقط انه اعطانا بطاقات طائره ومصاريف المنتخب على نفقه الاتحاد الاسيوي للمعونات المحجوزه عندنا. تمام. طيب كونه نحن عندنا اللعبه الشعبيه الاولى بسوريا واللعبه الاهم واهتمام الشارع كله هي كره القدم تحديدا المنتخب، يعني فينا نقول ما فينا نخرج عن النص شوي كاتحاد كره قدم، نتوجه للحكومه تحديدا لطلب الدعم المالي لهذا المنتخب ولهذا الاتحاد بعيدا عن المكتب التنفيذي؟ طبعا نحن بنطلب الدعم دائما من قيادتنا الرياضيه الاعلى، ما بنطلبه من رئيس الحكومه. نحن عم نطلب دائما من رئيس الاتحاد. رئيس الاتحاد قدم طلب مثلا لرئاسة الحكومه بده 400 مليون للمنتخب، اعطوه 200 يعني النص، كتر خير انه هاي الظروف، قالوا هاي الظروف اكثر من ما فينا نعطيك اكثر. طيب. من هيك فهو عنده أكثر من رياضة، مو بس كرة القدم، في عنده أبطال كمان بده يعدهم. فرئيس المنظمة حصل على مثلاً على 200 مليون، بينما المطلوب لكرة القدم كان 400 مليون لكرة. صحيح. القدم فقط. فنحن عم نقدر هذه الظروف، نحن ما بنطلب من رئيس الحكومة مباشرة ولا فينا نراسل أصلاً وزير، يعني نراسل نحن عن طريق وزيرنا اللي هو اللواء موفق، هو رئيس المنظمة، نحن عن طريقه بنراسل. لو كان عندنا النظام الرياضي عندنا داخلي بيسمح لنا نخاطب رئيس الوزارة، مخاطب رئيس الوزارة، بس النظام نحن بخاطب وزيره الواحد، الوزير هو بيتواصل مع رئيس الوزارة. طيب خلينا نقول بدون خطاب رسمي عن طريق الروتين العادي في الوزارات وفي المنظمات بشكل شخصي، علاقات شخصية، تقول بعد دباس لديه نفوذ ولديه سلطة. اي هذا هو اللي انا حكيته. يعني نحن بالعلاقات الشخصية بيقولوا علاقات شخصية، لا بالعلاقات الشخصية. نحن عم ندير المنتخب حاليا بالعلاقات الشخصية وعلنا عم بحكيها. المنظمة غير قادرة على انه تحمل هذا المنتخب بتكاليفه وتكاليف الاستقبال، وخاصة انه احنا فريقين عم نلعب خارج ارضنا، فريقين عم نلعب خارج ارضنا، وبظروف نحن الظروف تبعنا ظروف سيئة بالنسبة للمال. فنحن قنعنا رئيس الاتحاد الاسيوي والقائمين بالاتحاد الاسيوي على انه يصرفوا علينا بطاقات الطائرة والاقامة والاطعام اللي بيتم على الفريق السوري، والا محتمل كنا ما نحسن نسافر. على هو الشح الموجود من المال بالمنظمه ممكن الفريق ما كان يتابع، ما يحسن يتابع.
هلا هذا الموضوع نفوز ايه بيجي انا وقت بقول مثلا الفريق بدي كافه فرضا $1,000 منظمه ما وافقت غير على 500 مين دفع ال 500 فادي دباس طيب. هذا الرجل يعني الزلمه اللي معه مصاري مثلا انه فادي دباس دفعهم هو طيب بتلوم غياب ايضا رجال الاعمال والداعمين تحديدا يعني الكل قدم وعود قبل بدايه مرحله التصفيه سندعم المنتخب ورجال اعمال وشركات اقتصاديه فعاليات ايضا تجاريه واقتصاديه الى اخره هي الحصره هاي يعني الحصرة اللي بقلبي هي هاي انه في رجال اعمال وفي تجار على عيني وراسي انه البلد بحاجة دعم للمازوت بحاجة دعم للمواد الغذائية بحاجة دعم للاجئين للمهاجرين على عيني وراسي ولكن كرة القدم كمان هي ثبتت دعائم هذا الوطن صحيح. ولفت الشباب حواليها وضمت كثير من 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 الشباب اللي كان بده يروح للطرف الاخر صحيح. وحافظنا عليه ووقفنا على الجميع وهي اللي اظهرت سوريا خارجيا الجميع حاليا نحن ما عم نحسن نطلع لبرا عن طريق كره القدم وصلت سوريا للعالم وصلت وجهه نظرها وكل العالم كشف انه شلون سوريا مستقره وعم تلعب كره قدم عم توصل لكاس العالم صحيح. بينما غيرها دفع مليارات وما وصل صحيح. كمان هذا شيء شغل العديد من الافلام الوثائقيه طبعا. على المنتخب في ماليزيا كيف نعم. يسافر وكيف فاز على الصين يعني الصحافه العالميه كتبت نعم. عن فوز سوريا على الصين في هذه الظروف الحاليه استاذ صلاح لماذا لم يتم الدعوه لمؤتمر صحفي لكادر الفني للمنتخب للوقوف على المرحله الماضيه راح لازم يدعو نحن اليوم قلت لك اليوم امبارح اجتمعنا معه واليوم كان اجتماع اتحاد لازم يدعو لمؤتمر صحفي شو بدهم يساووا ولكن قلت لك لراس من الراس الاتحاد العراقي وكلفنا ناس تعملنا معسكرات خارجية بالأوقات اللي بدها تنسق مع العراق لأنه عندنا أكثر 6 لعيبة تقريبا أو 7 بيلعبوا بالعراق ممكن ينضموا لست 7 لاعبين هون نلعب فيهم نعمل معسكر فكرة معسكر اللي بدهم يعملوا مؤتمر ولكن بعد ما هن يستقروا ينشروه للعالم يعني إذا قالوا بدنا نعمل معسكر بتاريخ كذا يكونوا متأكدين من هذا الكلام ما يحكوه بعدين يتراجعوا عنه في دول محددة للمعسكر بالكون لا ما عندنا دول محددة الدول محددة أولهم يعني أولهم العراق ثانيهم الأردن ثالثهم بلغاريا يعني دول شرقية بأوروبا روسيا فهي المعسكرات بدنا مسألة الفيز نفس القصة طبعا نفس نروح على بس معنا وقت روسيا يعني. وعلى أرمينيا أو إلى آخره بس معنا وقت حتى يعني. الأردن مشكلتها كتير صعبة إنك تدخل طبعا وأنا اليوم حطيت أنه هي عقبة يعني أنا اليوم 23 شهر اليوم بكرة عندي اجتماع لجنة مسابقات كان بالإمارات بالعين وحضور نهائي أبطال آسيا اليوم وصلت الفيزا كيف بدي راح يروح قطع وسافر وصال وإلى آخره فاعتذرت عن الاجتماع في عندنا مؤتمر بواحد الشهر لو واحد الشهر يعني فيك تسافر أما لا ما فيك تسافر فنحن عم نعاني رئيس اتحاد ولا أعضاء اتحاد وعن طريق الواسطات والاتحاد الآسيوي كله عم يضغط ما عم يعطونا فيز الدول العربية ما عم يعطوا السوريين يعني تمام. بسهولة تمام طيب نحكي شوي أيضا عن كرة الدوري السوري تحديدا لكرة القدم مثل ما بنعرف قبل يومين انتهى الدوري التصنيفي تأهلت 10 فرق إلى التحق بفرق الستة في الدور أو في الدوري الجديد رح يرجع مثل أيام زمان فينا نقول 16 فريق بضمن مجموعة واحدة ذهاب وإياب طبعا الدوري سمعنا أنه تأجل للشهر الأول الدوري لسه ما حددنا إمتى يبلش بس تأجل أكيد تأجل بسبب السبب هي المنشآت لأن طبعا كانت الخطة تبعنا خطة ثابتة وأرسلينا للمكتب التنفيذي من أول ما اشتغلنا تناول خطة الأعداد وخطة الدوري والمنتخبات شو عنده وصلنا إياها بقي هي المنشآت ما كانت مخططة صح فانصدمنا نحن بأنه بعد ما قلنا أنه بدي بلش الدوري بتاريخ كذا فطلعت المنشآت أنه مكتب المنشآت أنه نحن بدنا نوقف الدوري مشان الملاعب هلا أنا معه الحق إنه الملاعب سيئة بس كان مفروض يكون هذا التاريخ معنا علم فيه حتى نبعد عن الدوري كنا منقرب الدوري منسبق الدوري منوصال لمرحلة نحن ويا الاتفاق إنه هون منعرف إنه في صيانة ملاعب كان ممكن بهاي الفترة تبع صيانة الملاعب وهذا اللي رح يجرى إنه نحن نعمل دوري الدرجة الثانية على التاتار تمام حتى ما نوقف النشاط وهلا حاليا نحن اليوم التوجهات كانت بالاجتماع إنه نبلش دوري الدرجة الثانية وتصنيف الدرجة الثانية والثالثة مع بعض بخلال فترة التوقف هذه بس على شرط أنه نلعب على ملاعب الترتان تمام هاي يعني ممكن شهرين يروح الدوري تقريبا من هون لنص الشهر الأول تقريبا
اقل من شهرين تقريبا. اي اقل. تمام. طيب بالنسبه لباقي الفئات العمريه ايضا ماذا عن باقي الفئات العمريه؟ باقي الفئات العمريه هي مشكله دائما بنشرحها، يعني نحن بيهمنا اخر شيء كاتحاد انه المنتخبات تطلع من الفئات العمريه، وعملنا نحن منتخبات الناشئين. فنحن الانديه بمنتخب بالرجال عندها عم تشتكي القله، يعني انت لاعب الناشئين بيركب بالواص بنفس السعر اللي بيركب فيه الرجال، اذا بده يركب بالسيرفيس، اذا بده يجي على الملعب، اذا بده ياكل ويشرب بياكل نفس اكل الرجال. صحيح. بده ينام على سرير بنفس الاوتيل اللي بينام فيه الرجال. صح. فكلفه فريق الناشئين او الشباب او الاولمبي او الاشبال كلفته نفس كلفه الرجال. بالنسبه للانديه، الانديه عم تشتكي القله، يعني ممكن انا اقول لك انه انديه الهيئات ممكن انه تتحمل، اللي عنده ميزانيات ثابته وقويه ممكن يتحملوا دوري الناشئين ودوري شباب. اما نحن اذا كان ظروف الانديه منيحه ممكن نعمل هذا الشيء، اما نحن ما في ظروف عند الانديه، نحن عم نساعد الانديه، المكتب التنفيذي عم يدفع للانديه معونات لحتى يشاركوا بهذا الدوري على مستوى الرجال. فكيف اذا سوينا لهم فئتين معهم، يعني صار عندك ثلاث فئات نفس المعونات بدك اياها، هون المكتب التنفيذي ما معه يدفع. لا بدنا نرجع نعاني من نفس المشكله، مشكله الفئات العمريه على مستوى المنتخبات، المنتخبات الناشئين والمنتخبات الشباب. هلا نحن هاي العمل احنا الفشل اللي حققه المنتخب الناشئ والشاب ايضا في التصفيات. هلا نحن انا بتمنى انه هي الكلمه تبع الفشل يمكن قالوها فقط للهجوم على رئيس الاتحاد. اما اللي بدي لك اياها واقعيا عم نحكي عن صعيد منتخب الشباب والناشئين واقعيا على العام الماضي. اي واقعيا احيانا انت يعني وقت اللي بتفشل رياضيا مهم ما تفشل امام الناس كلياتها انك انت وقفت بلدك على المشاركه. تمام. او عاقبتها، لان فريق الناشئين بالذات وما بلوم المدربين ابدا، اللوم علي انا. بس انا ساويت صالح البلد مو صالح فريق الناشئين، صالح البلد كله وسمعتنا نحن كسوريا. فريق الناشئين قبل ما يروح يشارك التصفيات النهائيه انا شفته فريق ناشئين، انا قلت عليه اذا هذا الفريق ما بتاهل بدي استقيل. صحيح. لسبب اني انا شفته وشفت قوته، انا كنت معه وبعرف على الفريق. اسيا فورا انا كنت معه وبعرف هذا الفريق تحديدا. تماما. فهذا الفريق طلع فيه ستة مزورين. مزبوط. وانا الشغلة اللي اشتغلناها بهذا الاتحاد انه تحدينا ما في تزوير، حتى المدرب لاحد اللاعبين قال لي ما بيبين معنا ثلاثة اشهر، وبعد ثلاثة اشهر قلت له حد ان شاء الله يومين، فانا ما بدي انا اخسر ولا بدي اطلع قدام الناس انه انا مزور ويكشفوني اني مزور، وبالاخير يحرموا سوريا على مستوى كل الفئات من المشاركه، بكره يصير عض اصابيع على ندم. صحيح. فلا هون انا بقول لك المدرب ما بحمله مسؤوليه، لانه قبل سفره باسبوع واحد شلنا له ست لاعبين وحطينا له ست لاعبين جداد. تمام. فهذا اللي اسرع الفريق وقتها، انا لذلك ما بعتبره هذا الفريق بشيء. الفشل اللي حقنا نحن وغلطنا فيه نحن منتخب الشباب، منتخب الشباب لانه كان لازم وكانت فكرتنا انه نحن نبعث منتخب ناشئين يطالع على كاس العالم، هو اللي يطلع يعمل التصفيات ويستفيد من التصفيات. فنغشينا برأي احد المدربين وقت اللي قال انه انا عندي 14 لاعب احسن مستوى من كل فريق الناشئين، فهون نحن خفنا انه اذا اشتركنا بهذا الفريق وما تأهلنا تبع كاس العالم، صحيح تحضير لكاس العالم، فنحن ما بننكر انه خفنا من كلامه انه اذا اشتركنا وما تأهلنا بتلومنا العالم انه في 14 واحد اللي احسن من فريق الناشئين، ليش ما شاركتوهم؟ فشاركنا هذا الفريق بدلا عنه. كانت نظرته المدرب غلط، ما فينا نسميه، ما في احد اصدقائي المقربين يعني. ففرض علينا انه لا، فريق الشباب اذا اشترك افضل من فريق الناشئين، واتخذنا قرار بالاجماع يعني الاتحاد مع المكتب التنفيذي بانه نفصل الفريقين ونساوي فريق شباب لحال وفريق ناشئ لحال. طيب. وهي الشغله اللي يلام فيها رئيس الاتحاد فقط يعني. بتلوم حالك يعني؟ اي طبعا. تمام. حلو الاعتراف بالذات. لا ما فيها شيء. طيب. غلطنا بهذا الموضوع، كان لازم احنا ناخذ وجهه النظر الصحيحه اللي هي انه فريق الناشئ ممنوع اعداد له المشاركه، يعني كانت اعداد جيد له، ومنه بنفس الوقت كان مستوى احسن من فريق الشباب الليلة. طيب سيقتصر دوري الفئات العمريه على المحافظات فقط، يعني كل محافظه تعمل دوري خاص فيها لانديتها؟ هي طبعا بعدين بناخذ المنتخب، هي الطريقه. هي الناس ليش مستغربه، انا وقت كانت ظروف جيده جدا كنت انا مدرب. اول شيء خليني اشرح شوي معاناه الناشئين وقت بيطلعوا بيسافروا. كان الدوري عندنا ناشئين شباب رجال. صحيح. طيب انا لاعب ابني ناشئين، الدوري شغال مع بعضه، انا كنت مدرب ناشئين المجد، روح ناقص اللعيبه خمسه. ليش؟ واحد عم يدرس، ابوه ما بيغيبه برات البيت ولا بنيمه ولا مستعد ينيمه برات البيت. في واحد ابوه قال له روح العب،
في واحد تاني ابوه له ما بيروح بلعب، ما بيروح على دير الزور ولا بيروح على القامشلي ولا بيروح على حلب. يعني انا ولد صغير عم يسافروا مع لاعب رجال اسلوب غلط، عم يسافروا بنفس الباص. ظروفنا لو حسن هيك كنا مسافر كل فريق لحال. اثنين الدراسه والتزام اللاعبين الناشئين بالدراسه وموضوع اختلاف التربيه من اب لاب كان يفرض نفسه علينا. تمام. فكان يلعب بس هذا اللاعب احيانا بالشام ما يسافر على حلب، فهذا ما بيعطيك لاعب حقيقي. اللاعب الحقيقي هو المحافظه عم تلعب دوري ناشئين بتنقي منها منتخب، منتخب من الناشئين حمص، الناشئين حلب، بالاخير بتنقي منتخب البلد. انت اهم شغله انه بدك المميزين بالمحافظه. الدوري شو هدفه؟ المميزين بالمحافظه. والى الان نحن اللي شاركنا فيهم انا بعتبر انه نحن عملنا شيء بالفئات. ليش؟ بالاولمبي نفس الاولمبي اخذنا غرب اسيا، بالاولمبي طلعنا للنهائيات بغرب اسيا، والاولمبي هو نفسه اللي اهلنا. يعني فريق الاولمبي هو نفسه هلا فريق الرجال هذا اللي هو اهلنا يعني بالتصفيات الاوليه. الناشئين تبع كاس العالم انا بعتبر تفوق للناشئين اكيد، هي فئه يعني ناشئين وتوصلوا لكاس العالم وغيرنا ما وصل. انت عم تصال كاس العالم قلت لك برد بعيد وبكرر بدون تزوير، صح. لو زورنا لوصلنا بكل الفئات، صح. لو زورنا لوصلنا بكل الفئات بس كنا بنتبهدل. يعني كشف، انا يعني قال لي واحد انه وين بينكشف، قلت له انا ما عرفت. يعني انا عم اجاوبه للمدرب قلت له انا ما عرفت انه هذا اللاعب مزور، بكفيني انا اعلم. قال ليش؟ قلت له بجوز انا اتزعل مع الاتحاد اطلع اشتكى الاتحاد، يزعل ثاني يوم افضحكم. فلا اخي ما زال هذا معروف انه مزور، لا بلا طيب. يقعد ما جنى. طيب استاذ صلاح في ثلاث محافظات فقط فينا نقول هي شغاله يعني على الارض، دمشق، حمص، اللاذقيه فقط. يعني حتى في بعض المحافظات الانديه ما فيها انديه او انديتها قليله جدا، ما في انديه مثل طرطوس والسويدة. يعني مثل طرطوس والسويدة حتى لما نشوف محافظات الشرقيه يعني ايضا دير الزور وحسكة والرقه مو شغاله. فاليوم ممكن يقتصر الدوري على يعني على فرق محدوده فقط لا غير بالنسبه للفئات العمريه. يعني هلا باللاذقيه ما عرف في تجمع لا بيكون لجيب لي 20 حاطين التضامن بحمص الكرامه والوسبه، ممكن ينضم لهم طليعه او نواعير الى اخره بدمشق العدد الاكبر. لا نحن عم نعمل الدوري على مستوى المحافظه، يعني الجزيره مثلا الجهاد والجزيره عم يعملوا دوري فئات عندهم ويشاركوا بمنتخب، المنتخب عم يجي يقيم اقامه باللاذقيه او بدمشق، يعني شاركت كل المحافظات. منتخب الحسكه مثلا كل المحافظات شاركوا، منتخب الحسكه شارك ومنتخب حلب شارك. الفئات العمرية غير بهالطريقة هاي حتى لو كان الظروف جيدة، أنا برأيي هي الأسلم والأفضل أنه منتخب المحافظة هو اللي شارك بنهائيات دوري، وخاصة أنه أنت عم تعمل التجمع بالعطلة الصيفية، صحيح. ما عم تأخذه من مدارسه. طيب قبل ما يدركنا الوقت خلينا نحكي عن موضوع المشاركة الأسيوية. يعني مؤخرا صدر كلام عن تأخر أمين السر في اتحاد كرة القدم سيد قطيب الرفاعي عن رفع قائمة قائمة الأندية السورية المشاركة في كأس الاتحاد الأسيوي. شو اللي صار؟ صار هذا الموضوع، تأخر بالمراسلات، الاعتماد على الغير، يعني عدم توزيع الشغل. يعني الأستاذ قطيبة حامل الشغل كلياته، احنا كنا بالأول نعاني الاتحاد السوري من هذا المواضيع، الأخطاء اللي تصير هي إنه رجل واحد اللي يدير الأمور. طيب. فقد كان أستاذ توفيق سرحان اقتنع بهذا الموضوع ووزع الشغل، فكان الشغل ماشي بشكل جيد. أستاذ قطيبة وقت اللي جبناه هو الله يعطيه العافية شغيل زلمة، ولكن الضغط اللي عليه من كل جهات الأندية والمنتخبات وإلى آخره، وما عم يوزع الشغل، تعب حاله وتأخر بالمراسلات. فتأخرنا بالمراسلات لآخر يوم 14 شهر، فهو كان 14 شهر مو 19 شهر، 14 آخر يوم، ب 14 شهر بعد كتاب تسجيل، بعد كتاب تسجيل، ولكن الاتحاد الآسيوي اعتمد انه هذا آخر يوم للتسجيل فما اعتمد عليه الكتاب. رجعنا طبعا بالعلاقات الشخصية، حكيت عليها انه في علاقات شخصية، ايه في علاقات شخصية. جانا حكينا مع رئيس الاتحاد الآسيوي وأمين السر المشاركة. بعد ما بعتنا كتاب ب 19 الشهر تم بناء عليه تثبيت المشاركة للجيش والوحدة، وبنتمنى من خلال التصنيف الجديد في بداية الشهر راح يكون في تصنيف جديد، واعتماد ممكن يكون في 40 نادي شارك بالبطولة الآسيوية. نعم. ممكن يصير إلا مشاركة ببطولة الأندية الآسيوية إن شاء الله. يعني نحن هلأ النظام البطولة راح يختلف، راح يصير 40 نادي راح يعتمدوا باجتماع لجنة المسابقات الحالية هلأ أكثر من العالم صوتت عليه، ممكن يزيد حصتنا. اثنين موضوع التصنيف راح يأثر علينا، يعني احنا كنا بالتصنيف العالمي صرنا بال94 وحاليا ممكن نلاقي بالتصنيف ننزل اقل من 94. نعم نصير اقل. الاثنين التصنيف الاسيوي راح يأثر علينا، راح نصير 8 قبل العراق، راح نكون مصنفين نصير 8، فممكن ناخذ حصه بابطال الدوري. يعني ممكن مو اكيد ممكن انه يشارك الاتحاد بالكاس الاتحاد الاسيوي وناخذ نحن الجيش لابطال الدوري او الوحده لابطال الدوري.
تمام. طيب نرجع لموضوع اللاعبين المحترفين، يعني موضوع عم يشغل بالي كثير خاصه الجمهور السوري، يعني دائما عم يطالب لاعبين محترفين لاعبين محترفين. عن جد في تعاطي بجديه واضحه مع هذا الموضوع من قبل اتحاد كره القدم؟ يعني في حدا، يعني معلش باتحاد كره القدم كل حدا عم تقريبا بيشيل المسؤوليه على الثاني، يعني فينا نقول عماد حسن مع احترامنا له طبعا مجرد تحيه هو المسؤول عن هذا الملف طبعا. تمام طبعا. بيجي بيقول لك مثلا عماد حسن انه كمان انا اتحاد كره القدم ما عم يساعدني بهذا الموضوع. ليش بدنا نساعده؟ بيجي بيقول لك نحن بدنا ننطر موضوع انه لحتى استصدار البطاقات الشخصيه وجوازات السفاره. البعض بيقول لك انه نحن حكينا مع اللاعب الفلاني ما بده يلعب، ابوه ما بده يجي على المنتخب. طيب بالنهايه شو الحل؟ النهايه الحل المضبوط هو قلت لك اللي اذا كان المرسوم اللي صدر انه بحق له اللاعب السوري او اي واحد سوري يعمل هويه بسفارته يكون حلت ثلاث ارباع مشاكلنا. مشكلتنا مع اللاعبين الاجانب هن مفكرين بجواز السفر السوري بخليه يلعب، جواز السفر السوري ما بخليه بده بطاقه شخصيه اجباري. انا قلت اكثر من مره كون حامل يعني جواز سفر سويدي، جواز سفر الماني، بس اعطيني بطاقه هويه سوريه هي اللي بتحق لك تلعب. صحيح. لانه الانسان ممكن يحمل ثلاث جنسيات، فالاتحاد الدولي ما بيعتمد على الجنسيه، بيعتمد على الرقم الوطني، انه انت شو له هويتك؟ هويتك سوري بتلعب. بس جواز سفر هلا جيبه اسباني ما في مشكله، صار حريم ملكي اكبر دليل. معه جواز بلجيكي، معه جواز بلجيكي، عليش عم يلعب على بطاقته؟ بطاقته الشخصيه هو سوري. ولذلك احنا المشكله هي طبعا هي بطاقه شخصيه للاعبين الاجانب الموجودين برا، منهم متعرض لتحت سن العسكريه، منهم مو مثبت زواج ابوه يعني غير مسجل بالنفوس، غير مسجل بالنفوس اصلا. منهم شغله بتضحك انه في واحد مسجل انثى، صحيح يعني مو انه في واحد مسجل انثى بده تصليح وضع، فهذا مو بايدنا يعني. فاذا صارت هويته ممكن يصير تصليح، يعني احنا بننتظر اقرار مشروع انه السوريين بالخارج. وانا بتمنى انا بتمنى من المسؤولين ومن المجلس الشعب ومن رئاس الوزاره ومن السيد الرئيس انه هذا الموضوع ينحل بالنسبه للسوريين المتواجدين بالخارج، انه يصيروا يبصموا بالسفاره، والسفاره هي اللي تبعت المعلومات تتاكد منها هون بالامن وغيره مثلا على البصمات صحيحه مو صحيحه، وممكن يصير مراسلات وتصدر البطاقات بالسفاره نفسها. طيب بالنسبة لكادر المنتخب هل ممكن زيادة العدد أم سيكتفي الكابتن حسب حكيم؟ حسب طلب المدرب، حسب طلب المدرب. يعني احنا غير أيمن حكيم اللي عرضنا عليه طلب كادر 14 واحد وافقنا له عليه، فهو مكتفي بهذا الموضوع. كنا بدنا نحط له مساعد مدرب ثالث، فقال أنا مكتفي بمساعد مدرب واحد، يعني واحد للحراس ومساعد مدرب ثاني. طيب بدي أسألك لآخر مرة طبعا بناء على أسئلة كثير كثيرة من الجمهور اللي عم يتابع، موضوع عمر السوا ما عم يخلص، خلص من عنا ولا لا؟ اخر شيء انا خلصته، وراح اقول علنا اني خلصته. انا ما راح ادعي عمر السوما ولا لي الفقر ادعي يعني. عمر السوما مشير على الفيسبوك يعني احد الاشخاص المعارضين لسوريا، هو يعارض الانسان بالفكره بس وصل لدرجه انه يبارك لقطر فوز على سوريا. تمام. فكتب احدهم مباركه لفريق قطر بالفوز على فريق النظام السوري، عم نحكيها علنا. صحيح. فريق النظام السوري عم يبارك، فعمر السومة بيشير هذا الموضوع بيجي وحط لايك عليه. ونحن أكثر من مرة فتحنا من خلال قناتكم وخلال غير قنوات أنه عمر السومة مدعو يجي يلبي المنتخب، معناته هو ما بده يلعب. وحاليا الموضوع أخذه موضوع بطرف ثاني يعني. آخر انتهى الموضوع، انتهى بالنسبة لنا، انتهى الموضوع. توقعاتك للمرحلة القادمة بصراحة ضمن هاي الظروف حاليا؟ ضمن الظروف الحاليه احنا عم نعمل يعني توقعاتنا انه نفوز ثلاث مباريات، اوزباكستان وقطر والصين. توقعاتي انه نفوزهم، نفوز عليهم. الباقي كوريا وايران نعمل اللي علينا. يعني اللي صار اللي صار بالذهاب مع كوريا وايران لازم نعمله بالاياب. اللي صار مع كوريا وايران لازم نعمله بالاياب. ممكن نشوف شو اخطانا وشو اللي سويناه، لانه هن رح يدرسونا كمان وشوفوا شو ارتكبوا من اخطاء ولا اخر. مو نحن يعني مو نحن بدنا ندرس وغيرنا قاعد عم يتفرج علينا. فنحن تصميمنا وإرادتنا هي كلها تتوجه باتجاه فوزنا على ثلاث فرق اللي نحن عم ينافسونا على نصف بطاقة، اللي عم ينافسنا على نصف بطاقة هو قطر والصين وأوزباكستان. في حال فشل المنتخب لا سمح الله بالحصول على البطاقة الثالثة، مو أول مرة يعني، مو طول عمره المنتخب بيحصل على البطاقات وهلأ فشل. بعتقد بتاريخ سوريا يمكن النتائج اللي جت هلأ بالظروف الحالية أحسن نتائج ما جابوها من بأيام العهد الذهبي. فنحن على ايش بده تعاقب العالم المنتخب؟ لانه هي مو مشكله رئاسه الاتحاد واعضاء الاتحاد. اذا كان بنغير الاتحاد واهلنا لكاس العالم اليوم بترك،
وصال كأس العالم ما له شيء يكتب تعهد بأهلنا كأس العالم. نحن عملنا اللي علينا، نحن بالظروف الحالية وصلنا فريقنا أنه طلع نهائيات كأس العالم، التصفيات النهائية لكأس العالم، أهم شيء متأهلين نهائيات آسيا. لكن المطلوب المزيد من الجهد، مطلوب المزيد، ونحن بنطمح وطموحات كبيرة، نحن بنطمح يعني كتير، بس الظروف كمان ما مساعدنا. يعني كل قيمت بالظروف اللي كان فيه بملعب الحمدانية 70,000 وملعب العباسين 40,000 والملاعب الثانية مع عباية جماهيريا والشركات كلها عم دعم. ايه ما تلبسوا المنتخب لباس ببلاش؟ وين الشركات؟ شركة ايداس وشركة ديادورا اللي كانت الوطنيات اللي هو لبسوا شيء المنتخب. لا عم نحكي عن الفعاليات الاقتصادية، ونتمنى نحن بهاي الظروف بنوجه لهم عبر الشاشة طبعا لكل الفعاليات الاقتصادية ورجال الاعمال يدعموا هذا المنتخب. بس صرنا مرحلة حساسة جدا يعني، تمام، بس احنا بهاي الظروف هي حسنا نلبس المنتخبات مجانا، خمس منتخبات وهلا منتخب الرجال ردينا عملنا له عقد يعني انه تعهد. لو نحن شوي الحصار ينفك علينا من الناحية المادية ممكن نساهم بالتطوير أكثر. ولكن أنا بتشكر كل شيء عمل بكرة القدم حاليا لأنه عم يتفوق على نفسه، خاصة اللاعبين أبطال. يعني اللي بيلعب ضد إيران بهالروح العالية هاي بيلعبوها، وقت اللي أنت بتسمع أنه قلت لك أنا بتسمع أنت الحكومة العراقية بتقول نحن داعمين هذا الفريق لو خسر كل مبارياته، وكل فوز له 15,000 دولار للاعب، معناته مو همهم أنه يتأهلوا، لأنه هن مفتخرين انه تأهلوا نهائي كأس آسيا. صحيح. هذا الموضوع برسم الحكومة السورية ايضا، بتوجه لهم ايضا اكيد نداء لدعم هذا المنتخب. بدي اشكرك جزيل الشكر استاذ صلاح الدين رمضان رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم على حضورك معنا لليوم. نتمنى اكيد كل التوفيق للمنتخب في المرحلة القادمة وايضا لكم في اتحاد كرة القدم. نحن بنشكركم ونشكر المتابعين كلياتهم وكل العاملين بقناتكم، يعني دائما بنطلع لها من خلالكم قناة جريئة يعني، ونحب نكون جريئين من خلالها. شرف فيك، أهلا وسهلا. شكرا الموصول أيضا لكم مشاهدي الإخبارية السورية على طيب المتابعة. طبعا الإعادة غدا في 7 صباحا و11 ظهرا. دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء.